طبعا هذا يعتمد على عدد الأصوات اللي يعني نعم يفوز بها هذا التيار، وعلى التحالفات التي تسبق الانتخابات وليس بعد الانتخابات. يعني ممكن أنه ينضوي تحت هذا الشعار أو تحت هذا المسمى التيار الوطني الشيعي، ممكن أن تندرج بعض القوى الوطنية، عفوا بعض القوى الشيعية، لأن القوى الوطنية ما فيها حركة امتداد لا تؤمن نعم بهكذا تسمى نهائيا. لذلك ممكن أن تنضوي بعض الكتل قبل الانتخابات وتحصد عدد كبير من الأصوات، وهذا يجعل هذا التيار، التيار الوطني الشيعي، ممكن أنه يشكل الحكومة بأريحية كبيرة.